مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اللي بفكر انه كندا بس فيها برد وتلج وزمهرير وعواصف ثلجية، لا، فعلا عندنا في كندا بيجي فصل الصيف كل سنة تقريبا من شهر 6 نحكي إلى شهر 8-9. الصيف بيكون جميل جدا، معتدل درجة الحرارة، أحيانا ترتفع شوية لكن صيف. وعشان هيك المدن الكندية بما فيها مدينة أوتوا تفتح إشي اسمه الـ 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 السواحل اللي انتو شايفينها. هاي السواحل عبارة عن أماكن شاطئية بيعملوها زي ما انتو شايفين رمل، وطريقة أو مكان محدد للسباحة. الناس بتيجي هون تستمتع كأنها موجودة على ساحل أو شاطئ بحري. في الحقيقة هاي عبارة عن بحيرة، أو ممكن يسووها على الأنهار. في كثير من الحدائق موجودة زي ما انتو شايفين، في ناس بتلعب اللي بسموهم بيتش، كرة الطائرة الشاطئية. الناس قاعدة هون بتعمل برونزاج أو حمام شمسي. الناس مجهزة حالها للسباحة، الأولاد عم بيسبحوا زي ما شايفين، في قوارب خلفي ممكن تقدر تعمل هون قوارب، بكون في ناس للإنقاذ زي ما شايفين. المدينة بتحط ناس منقذين موجودين في هاي الأماكن المسموح فيها. مكان جميل للاستمتاع والاسترخاء، لكنه طبعا المية بتكون دافية، بديش احكي انها حامية كتير، بس بتكون دافية معظم فترة الصيف. والناس بتقدر تيجي تستمتع مع اولادها زي ما انتم شايفين، حاطين مثلا جايبين لهم شغلات السباحة، وعادي اكنهم جايين رايحين على البحر. فممكن تعمل بيكنيك انت واهلك وعيلتك، تيجوا تستمتعوا بالجو. موجود كثير في اماكن اللي خاصة الحدائق اللي عليها نهر او بحيرات. في بحيرات في جاتينو، في مدينة اوتوا عندها هذا البيتش، فممكن تستمتعوا. يعني انا كثير بحب اجي هون او حتى اماكن ثانية. حبيت اعطيكم هنت للاماكن اللي ممكن او الشغلات اللي بتسووها بالصيف. شغلة هيك جميلة جدا، شغلة ريلاكسينج، خاصة لما تشوف المي قدامك، الأولاد ينطنطوا. اللي حابب أحكيه طبعا السيزن بيفتح من فترة لفترة، بضلهم يفحصوا المي. صارت معنا مرة إنه كانوا يفحصوا المي وجدوا إنه المي كان فيها نسبة، لأنه درجة الحرارة ارتفعت فنسبة الميكروبات ارتفعت فيها، فأوقفوا الشاطئ. فهو بضلهم يفحصوا المية السيتي عشان يضمنوا السلام العامة. زي ما انتم شايفين هون الاولاد عم بيسبحوا بيلعبوا. الاماكن لانه هون في قوارب بتصير، فالاماكن اللي مسموح فيها السباحة بتكون لها زي حدود زي ما انتم شايفين، وهذه الحدود تسمح للناس في السباحة. زي ما انتم شايفين الاطفال في كل مكان قاعدين بيلعبوا. هلا بكون زي ما انتم شايفين، هلا سويم ات يور ريسك، لانه مش فاتحين لسه البيتش رسميا. بيفتحوه اي ثينك انه في نهايه جون الى نهايه اوغست، اللي هو ايام العطله المدرسيه، بهذه الفتره بيفتحوه. قبل هيك بكون ات يور ريسك، يعني لازم الاهل يضلهم متابعين، والعكس طبعا بعدها لازم برضه الاهل يكونوا متابعين. غير هيك بكون في هون منقذين بتابعوا الناس، بمنعوهم يطلعوا خاصة الأطفال خارج الأماكن المسموح فيها للسباحة زي ما أنتم عرفتوا، عشان موضوع السيكوريتي والسيفتي، لأنه في قوارب بتكون في هاي المنطقة فبخافوا على الأطفال. استمتعوا وانجوي this lovely summer. أهلا وسهلا بكم في مدينة أوتوا مرة ثانية، وإن شاء الله نراكم قريبا.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.